شوي الحمد لله قدر ولطف شوي امي زينب، انت يا زينب يا عيشة بنت يا عيشة، هم راحوا في ايه؟ لا مراتي ولا بنتي في البيت، وابني متصور مع بنات عريانة، صوره متعلقة على الحيطان ومالية الشوارع. ايه اللي بيحصل لك ده يا تمام؟ الموت أرحم 100 مرة من اللي أنا فيه ده. استغفر الله العظيم يا رب. أنا ما أذنبتش للدرجة دي. طول عمري ماشي على الصراط المستقيم. ولما طردته عشان ما أغضبكش.